فرت الأسود والنمور والديببة والذئاب من حديقة الحيوانات في العاصمة الجورجية تبليس الأحد، ما أضاف إلى حالة الفوضى التي تسببت بها الفيضانات التي أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد مسؤولون. ويقوم رجال الشرطة والجيش بمطاردة الحيوانات، وأمسكوا بعدد منها وقتلوا عددا آخر، فيما قام رجال الإنقاذ بنقل عشرات الأشخاص الذين احتجزتهم الفيضانات جوا. ودمرت طرق رئيسية بشكل كامل، كما جرفت الفيضانات منازل صغيرة وسيارات، كما أدت المياه إلى انجراف التربة عن عدة نعوش في مقبرة المدينة. وخصصت الحكومة خطاً ساخناً للسكان لإبلاغ أجهزة الطوارئ عن مشاهدة أي من الحيوانات المفترسة. وفي أيار مايو عام 2012 قتل 5 أشخاص من بينهم أم وطفلاها في فيضانات اجتاحت الأحياء الفقيرة في تبليسي.